وبعد تعال الى بنتها مخدره علي زينب تدري وين كانت عايشه؟ زينب زوجها عبد الله بن جعفر اثر اثرياء شبه الجزيره العربيه اموالا من اثيوبيا حاليا الى مصر، وهذا قبرها بالشام يشهد. الاراضي اللي داير الحرم ملك لمن؟ ملك لزينب كعبه الاحزاب والرزايا. ترفل بالمدينة ذاك القصر، قصر زوجها عبد الله بن جعفر، الخدم والجواري. لكن يوم اللي الله طلب زينب ان تنصر الله ينصركم، يوم اللي الحسين قالها وخي طلعين، قالت اطلع ملكت الدنيا لكن ما تملكني الدنيا. طلعت زينب وتتحمل هالضيم والبلاء والهم والغم، حتى أنا وياك هاليوم نقول أشهد أن لا إله إلا الله، حتى أنا وياك هاليوم نصلي. وتعال شوف صاحب هاليوم الغريب، هذول يا سيدي ملك الدنيا، هاني ابن عروة يدخل عليه عبد الله ابن زياد متفق ويا مسلم ولا الجدار، يعني شي يضير المسلم يسل السيف ويقتل عبيد الله ابن زياد وتنتهي القضية ويتغير مجرى التاريخ وينتصر الحسين. لكن لا، كربلاء ما فيها ولا غلطة واحدة ولا تعلق بالدنيا بجانب واحد ولا بمقدار شعرة. قال نسقنيها وإن كانت نفسي فيها دي أطلع قتلة. أحس بالسوء عبيد الله ابن زياد لف وجهه وطلع. إجال هاني مسلم شبيك؟ قال له تذكرت كلمة عمي علي عن رسول الله، الإيمان قيد الفتك. مو أنت بتموت بعد ذلك يا مسلم، ما يخايف، لكن المؤمن ما يغدر، المؤمن ما يسل سيفه ويطعن بالظهر، المؤمن وجه إلى وجه. وإذا بيوم سادس أخذ هاني وتجي تشوف إنسان حقيقي يغرى بحفنة من الدراهم، صر الدراهم إلى شريح القاضي. هو اللي يصير وين الدراهم الآن؟ وين شريح القاضي؟ شلون القلب إذا تعلق بالأموال بالدنيا؟ يوم سادس أخذوا هاني بالقصر، الناس تجمعت يوم سابع ذي الحجة، تجمعت على قصر الإمارة، طلعت شرح لهم هاني حي يرزق بخير. انفضت الناس وتعرف صارت على عنهم الجيوش من الشام جاية، رجعوا أخذ واحد يجبن الثاني ورجعوا، انحلوا من بين يدي مسلم. منو بقى؟ بقوا هالجم واحد، أبو ثمام الصائدين، بقى مسلم بن عرسجة، أو مسلم بن عقيل، ويا جم واحد التفت لهم قال لهم إذا نبقى كلنا نقتل، أنتوا روحوا عني بعد. وأنت وين بتروح يا مسلم؟ قال أنا وجهي بالأزقة، أبقى حائر متلدد. وأرد أنبه الشباب أقول له يا حبيبي أخاف أنت تسمع الرواية وما تلتفت إليها، لبالك مسلم صلى المغرب والعشاء وطلع لحظات واتكع على جدار طوع، لا بعد عيوني لا، ظل يفتر طول الليل من زقاق إلى آخر، من طريق إلى آخر، ومنع تجوام، والحرس بالأزقة وتفتش البيوت على مسلم مطلوب، وين يروح مسلم؟ تقول الرواية إلى أن أمط به العطش وأنهكه التعب. هذا الفارس المغوار أنهكه التعب، يعني قريب منتصف الليل، إلى منتصف الليل هو يجوج تعب، استند إلى حائط وشوف الحبل، وشوف ترى الله ما يضيع الغريب إن شاء الله، إذا عندك حاجة ترى والله ومسلم. العراقيين عندهم عقيدة بمسلم، يقول لك من تضايق شوية، من تحس روحك مهموم، روح بس اقعد تحت قبة مسلم بن عقيل، هي نفسها هناك قاعدة تشرح قلبك تشرح صدرك، وانت الآن إن شاء الله تحت قبة مسلم بن عقيل، من تشوف روحك بعد ضاقت بيك.
قل لي يا رب مثل ما نجيت ذيك الليلة مسلم وطلعت من محمد بحق مسلم يا رب تخلصني، وإذا بهالمرأة وين من دون البيوتات يوقف على دارها المرأة المؤمنة تفتح الباب شوف رجل شباب مهيب إلى منظر إلى هيبة، قالت يا هذا ما وقوفك على باب داري؟ التفت قال أمة الله أنا عطشان. أقبلت بقدح الماء شرب الماء دخلت رجعت القدح فتحت الباب وإذا بهذا الرجل واقف. قالت يا هذا أما شربت الماء؟ مسلم شي جهوبة شي قلي. التفت إلى الحائط أخذ ينشج نشيجا عاليا. قالت شربت الماء أسألك يا هذا في المدينة أكو بيوتات شريفة وعالية من أي البيوتات؟ التفت قال أنا من أعلاها محلا من أشرفها مكانة. قالت يا هذا قطعت نيات قلبي من أنت؟ يقلها وعهنا مستديرة البيت بيتك على الرحب والسعة. عمك علي أي شرف هذا اللي أنا يكون مسلم عندي في بيتي؟ أدخلت مسلم في بيت أطول مصيبة أنا وين أروح؟ وإذا بن بعمود الفجر قد انبلج كسر صمت الفجر مسلم يسمع صوت زعقات الرجال قعقعة الهجوم اصطكاك الأسنة. وإذا بطاعة على الباب نادت تنهض لفاك الجيش يا حي يلون يولونك يا صندي
مسلم بن عقيل تترس بالباب فرقهم يمينا وشمالا إلى أن رأوا أن المبارزة مع مسلم غير ممكنة ونأوعزوا إلى أطفالهم صعد الأطفال على السطوح أخذوا يرمون الحجارة على رأس مسلم أوعزوا إلى نسائهم أن يشعلن القصب في النار صرنا يقذفنها على رأس مسلم أي مناد ومسلم إلى أن حفروا تلك الحفير في طريق مسلم ولولا القضاء والحيلة اللي دبروا أفروا بميدان حفير أو ستر وبيها تقنطر والمحاسن جرى أشوف الشباب ساكتين تعالوا شباب جاي من الدوام تعبانين مسلم تعبان مسلم البارحة ما نايم طول الليل قاعد اخذ غفوة بس تقول له سيدي ما رايتك اخذت عينك النوم قال له يا طوعة لفت عيني واذا بي اشوف عمي علي يقول لي الي الي مسلم العجل العجل الوحى الوحى يلا ادري بيك تعبان بس انت تساعد مسلم تشجع مسلم ولا الحقبة والحيلة اللي دبر Yeah.
جاءوا بجسد هاني جاءوا بجسد مسلم شدوا في رجليه بالحبال وضعوهما بالخيول أخذوا يصحلون جسدي مسلم وهاني في أزقة الكوفة لكن هاني هاني عند عشيرة هاني عند أهل هاني عند ناس عند عزوة بالكوفة طلعت من البيوت وقفوا بطريق هؤلاء الحرس والجند تسلمون جسد هاني ومسلم بالفعل فكوا الحبال وجابوه يقول عقبها طلعت مذحج من الدور يلا اللي عنده دمعة وين يريد الروح ايام عزاء يوم رابع بعد جاي خلص عاشور عقبها طلعت مذحج من الدور وشقوا لعد هاني ومسلم قبور الله رزقك الزيادة ايه اشوفك تبكي عرفت وين الروح ألم قلبك توجع مو تروح ان شاء الله مسجد الكوفة وتشوف هذه قبة مسلم وهذه قبة هاني قالوا هنا ندفن مسلم وهنا ندفن هاني روي يعني عقب هذا طلعت مذحج من الدهور وشقوا لعد هاني ومسلم قبور اويلي بس حسين ضل بعاشور تشيل تقول له مالي مولي بس حسين ظل بيوم عاشور على صدر يم الدرس محوجيه والحسين ما عنده احد انا اقول بلا وينك يا زينب وينك يا ام المصايب بس عن هاي عجزتي عجزت تجيبي للنساء وتحفرون حفرة وتوسدون جسد الحسين قالت ما أقدر ليش يا زينب قالت الليل أكبر وانسى الغروب وما أدري بخي وقاع يا حصا ما أشوف ما أشوف وين أحفر وين أجيب النساء والنايم نايم اخي شلون نوم وحر الشمس
سيئاتنا واستر علينا عيوبنا واجعل فرج إمام زماننا ببركة دعاء إمامنا لنا أقضي حوائجنا شافي وعافي مرضانا قريبا عاجلا فك قيدا وسرانا إلهي تقبل منا هذا القليل يا الله جماعتي الحاضرين المؤسسين البالغين العاملين الساعين فردا فردا في انفسهم ومن يلوذ بهم ابعث ثواب مجلسنا هذا الى سيدنا ومولانا مسلم بن عقيل والى ارواح محمد وال محمد الى ارواح العلماء الماضين الشهداء السعداء موتى المؤمنين والمؤمنات جميعا مشفوعا بثواب قراءه سوره الفاتحه.